اهم خطوة بعد ما النتيجة بتبان التظلمات. التظلمات لان في الغالب كل الناس بتبقى نفسها تروح مكان معين، ولكن نتيجة الرغبات بتكون خداعة شوية، وبيلاقي نفسه ان هو راح مكان تاني. Formapedia, we have the power. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنكمل كلامنا عن التكليف، هنتكلم عن اهم خطوة وهي التظلمات. تقريبا مفيش حد نتيجته هتبان غير لما يعمل تظلم، ولكن قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتدعمونا وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة خلال الفترة الجاية. عايزين نعرف مع بعض ايه التظلمات، امتى تتقبل وامتى التظلم نفسه يترفض. ومن وجهة نظري محدش يفرط في التكليف. ليه محدش يفرط في التكليف؟ خلونا متفقين بأهمية العمل الحكومي في خطوة مهمة جدا وهي الاستابيليتي، واللي يدل على كده ان ايام الكورونا اغلب العمل الخاص عمل داون سايزنج وبدأ يستغنى عن عدد كبير جدا من الناس اللي كانت شغالة معاهم، ولكن العمل الحكومي ما قدرش ان هو يقول لأي حد انا اسف مش هقدر تكمل معايا رحلة الشغل لحد سن معين اللي هو سن المعاش. فميزة العمل الحكومي في الاستابيليتي ان انت بتفضل مكمل معاه حتى لو حصل اي مشكلة في الدولة عموما اثرت سواء على الاقتصاد او اي مشكلة عموما يعني. فدي ميزة من اهم المميزات اللي لازم ما نستغناش عن التكليف. امتى بقى التظلمات بتاعتي تتقبل وامتى التظلمات تترفض؟ في حالات التظلمات بتاعتنا بنسبة 100% هتتقبل، حتى لو طلع اي كلام، ومتأكد ان احنا هنسمع كلام كتير جدا بعد ما تظهر النتيجة. اصل التظلمات ما حدش يعمل تظلم، ممنوع تعمل تظلم والكلام ده كله، وده بيحصل على فكرة مع كل سنة، وكل سنة بنسمع الكلام ده لان ده بيكون مجهود كبير جدا على كل الناس اللي شغالة في ادارة التكليف، لان في ناس كتير بتتظلم بعد كده الطلب بتاعهم يترفض وبعد كده يعمل الغاء للتكليف. فدي كل دي وقت انت بتضيعه بالنسبة لادارة التكليف، ودي مشاكل هم اوريدي بيشوفوها يعني. هو عايز يريح باله من الاول، لا انت خلاص لو انت شايف ان التكليف مش هيبقى مجدي ليك فالافضل ليك ان انت تعمل الغاء على طول. فانا وجهة نظري كمل اعمل اللي عليك لحد الاخر. ايه بقى التظلمات اللي هي بتتقبل؟ عندنا ثلاث حالات بنسبة 100% الثلاث حالات دول بيتقبلوا. اول حاجة معانا وهو لو واحد عنده مرض مزمن، المرض ده بيمنعه ان هو يقدر يعني يروح اماكن بعيدة، لان الاماكن او السفر عموما ممكن يأثر على صحته. طب انا هعمل ايه؟ المفروض ان انت تبدأ من دلوقتي تروح تعمل تقرير طبي، لازم يكون في التأمين الصحي، لازم يكون في جهة حكومية، ما ينفعش ان انت تعمله في اي مستشفى خاص. بعد كده بتستنى لحد ما التظلمات تبدأ يعلنوا عنها وبتقدم اونلاين، وكمان بتروح ادارة التكليف نفسها اللي في القاهرة وتقدم جواب رسمي بورق ان انت عايز تعمل تظلم وعشان عندك مرض مزمن هيؤدي ان انت مش هتقدر تسافر او هيأثر على حالتك الصحية، والتظلم ده بيتقبل. الحاجة التانية برضو اللي بتتقبل ان يكون في دكتورة متزوجة ودكتورة دي جالها التوزيع بتاعها في مكان بعيد، عادي جدا برضو التظلم بيتقبل بنفس الخطوات اللي احنا قلنا عليها، ان هي بتقدم اونلاين وبتقدم في ادارة التكليف. طب هنقول لو دكتورة مثلا كانت قبل او في المرحلة الاولى كانت سنجل وبعد كده عملت كتب كتاب وغيرت محل الإقامة، عادي جدا برضو بتعمل تظلم مفيش أي مشاكل والتظلم ده بيتقبل. الخطوة الثالثة ودي مهمة جدا وهي خطوة العائل للأسرة، وإن يكون في حد من والده أو والدته مريض بمرض مزمن وهو بيكون راعي صحي ليهم، فبرضو بيعمل تقرير صحي من التأمين أو أي جهة حكومية وبيتم النظر في التظلم ده وفي الغالب بيتقبل. فإحنا كده عرفنا الثلاث حالات التظلم بتاعهم بيتقبل. طب تعالوا نتكلم على التكليف بشكل عام. متوقع طبعا ان يجي لناس كتير جدا مكان مش هو عايزه او مكان ما كانش عامل حسابه ليه، ولكن انا عايز اقول حاجة مهمة، معلش يبقى يكون في تشاؤم. كده كده كل الرغبات اللي نزلت دي لازم يعملوا لها كفرنج، لازم يكون في صيادلة تروح تغطي كل الاماكن اللي محتاجة صيادلة، وبالتالي لما تسمع فيدباك سواء الفيدباك ده كان سلبي حاجة، وان انت تشوف طبيعة المكان بنفسك ده شيء تاني تماما. فمحدش ياخد الموضوع بشكل تشاؤم او اللي هو ياخده على صدره لا انا جالي مكان بعيد فانا هعمل الغاء،
بالعكس تماما، كملوا في المسيرة. على فكرة هتبدأوا تلاقوا الموضوع مع الوقت بقى فيه تأقلم، هتحبوا المكان جدا. انا فاكر الناس لحد دلوقتي في دفعتي، الناس دي كانت عاملة حسابها ان هي لازم يجي لها في محل سكنها، ولكن ده راح مكان نائي وبقى بيدخل دخل احسن بكتير جدا من الفترة اللي كان رسمها ان هو عايز يعمل حاجات معينة في المحافظة بتاعته. فما تعرفش الخير فين، ممكن تروح مكان بعيد وتلاقي ان الخير كله في المكان ده. ثق تماما ان ربنا عمره ما هيضيع تعب حد، وان انت هتروح مكان عشان تلاقي فيه مشاكل وكده. مفيش حد عايز مشاكل، مفيش حد بيدور على وجع دماغ وتعب لنفسه، بالعكس كل الاماكن هتلاقي فيها راحة، كل الناس عايزة هتساعدك، كل الناس اللي موجودة القديمة هتساعدك، انا متأكد من ده. فمحدش ياخد الموضوع بشكل متشائم فيه، بالعكس انت لو جالك مكان بعيد وحاولت ان انت تعمل تظلم والتظلم بتاعك اترفض، مفيش اي مشاكل تماما. انت روح وشوف المكان، ولو ما عجبكش مع الوقت ممكن تعمل نقل لمكان تاني. والنقل برضو احنا كنا اتكلمنا عن فيديو فيه كل التفاصيل عن طريقة النقل، هيبان لكم فوق كده في الوصف بتاع الفيديو، تقدروا يعني تشوفوا وتتابعوا. اتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم بخطوة مهمة جدا، واحنا معاكم خطوة بخطوة لحد ما تكملوا خطوات التكليف وتبدأوا تستلموا التكليف بتاعكم. بالتوفيق ليكم، واشوفكم في فيديو جديد.